صباح الخير بنات، كديري لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم نهاري من الصباح حتى الليل، كيفاش غادي ندوزو، اشنو الوصفات اللي غادي نوجد في الغداء وكذلك في العشاء. كنتمنى ان هذا الفيديوهات تنال اعجابكم. ما كرهتش البنات كلكم تحطوا لي التعليقات ديالكم لانها مهمه بزاف بالنسبه ليا، يعني كتزيد تحفزني انا نحط لكم دائما فيديوهات بحال هكا، لانني انا كنلاحظ ان البنات كيعجبوهم بحال هاد الفيديوهات اللي فيهم التنوع، فيهم التحفيز، فيهم روتينات ديال الصباح والليل. المهم كان بزاف البنات كيقولوا لي شكرا على هاد الفيديوهات هادو لانني كنحفزهم، وحتى هما تنقول لهم نوضوا تشعاو ما ترجعوش تنعسوا الصباح. المهم هكا باش كنشجع البنات حتى هما اللي معايا يبداو يفيقوا في الصباح ما يرجعوش ينعسوا، وتقضيو شغلاتكم بكري، وديك الساعه كيبقى لكم الوقت الكافي ديالكم. هما البنات كنتمنى انكم دائما تحطوا لي التعليقات ديالكم وديروا لايك للفيديو، وشكرا لكم على يخطيكم عليا. ودابا اول حاجه غادي نبداو بها واللي اخيرا خديتها وهي اير فراير. صراحه بزاف البنات كانوا كينصحوني، كانت دائما كتقول لي خديها راها زوينه، كتنفع بحال هكا في الوجبات اللي كيكونوا صحيين وسهله ودغيا كيوجدوا. المهم انا خديتها واخيرا جربتها، ماشي اول مره غادي نجربها. طيبت فيها الدراري والبارح طيبت فيها الدراري بطاطا، وطيبت فيها النوغات، طيبت فيها بزاف ديال الوصفات اللي صراحه باش عجبتني اكثر انها دغيا كطيب، يعني اكثر وقت هو 17 دقيقه كيطيب ليا فيها بطاطا طاب لي نوغات تقريبا واحد 14 دقيقه، يعني داكشي ساهل ساهل دغيا، والله حتى عجبتني. واليوم كذلك غادي نطيب فيها الغديوه ديالي، وغادي نوريكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف، بطاطا حلوه وبطاطا العاديه. المهم انا غسلتها هنايا ودرتها كحكيتها بواحد الشيته، خليتها هنا تقطر، وغادي نوريكم شنو غادي نضيف لها. اما بالنسبه للاير فراير البنات، راني خديتها من عند واحد الصفحه وصلت ليا حتى لباب الدار، هانتوما دابا شعلتها غير باش تشوفوها. وصلت ليا حتى لباب الدار، صراحه زوينه البنات، نفعتني هاد يومين هادي. دغيا كنوجد للدراري بالاخص، دابا الدراري كيبغيو يديو معهم شي حاجه من المدرسه، دغيا كنوجد لهم غداهم. والله حتى عرفتوا واعره، هانتوما شوفوا البروغرام ديالها، هانتوما شوفوا البروغرام ديالها، هنا فيها ديال اللحوم، ديال الدجاج، ديال السمك، فواكه البحر، بيتزا، البطاطا، الكاب كيك او الكيكات، ديال الخضر. المهم زوينه البنات، وممكن تزيدوا الوقت كيف ما بغيتوا وتنقصوا كيف ما بغيتوا، كذلك ممكن تحكموا في درجه الحراره اللي بغيتوا نتوما. وكتجي كبيره، هذه راه فيها 6.5 لتر، راه كبيره، ممكن تهزها جوج دجاجات متوسطين اولا وحده كبيره. ها نتوما شفتوا، بما اننا حنا عائله كبيره، يعني راه هذه هي اللي غادي تنفع 6.5 لتر، يعني الحجم ديالها كبير بزاف. اسمحوا لي هضرت بزاف، ولكن غادي نخلي لكم ان شاء الله، غادي نخلي لكم الانستغرام ديال السيده اللي خديت من عندها هذا الاير فراير، هذه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف في اول تعليق مثبته. كذلك نخلي لكم ترى رقم التليفون ديالها، تواصلوا معها، راه كتوصل في اي مدينه، وهي نفسها اللي كنت خديت من عندها لاسبيراتور. ان شاء الله انا غادي نشاركها معكم فاش غادي نسالي، حيت كنت شاركتها معكم في الانستغرام، انا غادي نسالي وغادي نشاركها معكم، حتى غادي نشطب بها ونوريها لكم. عرفتوا راه خطيره البنات، الثمن الرخيص ديال لاسبيراتور 350 درهم، ولكن راه عندها كميه محدوده، لذلك سيروا خذوها قبل ما تسالي. اما بالنسبه للاير فراير حتى هي راه الثمن جد جد مناسب البنات. المهم اللي بغات انا نخلي لكم جميع المعلومات على السيده في صندوق الوصف في اول تعليق. ودابا نبداو الغديوه ديالنا ان شاء الله. صافي دابا غادي نبدا البنات، هنا خديت البطاطا حكيتها مزيان بواحد الشيته وغسلتها، ودابا صفيتها خليتها هكا كتنشف. بطاطا حلوه وبطاطا عاديه، نتوما ممكن ديروا غير وحده فيهم. المهم هنا غادي ناخذ شويه ديال الملحه، هي الاولى كنرش شويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت، غادي نوجد هادي نحطها، وغادي ناخذ بطاطا غادي نحاول ندهنها بحال هكا. غادي نقشلها هكا البطاطا،
وغادي ندير بروغرام هانتوما ماشي نهز غادي ندير البطاطا غادي ندير هنا الخضر حيت انا ما بغيتش فريت صافي وكنضغط انا هي 17 اي ا غادي نحاول نزيد من مكانه ندير 20 اي ا ندير هنا واحد 190 صافي صافي نخليها طيب على راحتها مول البنات بالنسبه للاير فراير واخا هي كطيب ممكن تحلوها بحال هكا شوفوا هانتوما راه عربات هانتوما شي كتقلبوها للجهه الثانيه اولا كتحركوها بسهوله يعني باش تطيب لكم الجوايه كاملين فهمتوا وفاش كترجعوها فاش كترجعوها بحال هكا راه كتكمل الطياب ديالها كيف كانت يعني ماشي كتبدا من البدايه لا كتكمل الطياب ديالها على حسب داكشي اللي درتو نتوما صافي دابا البطاطا ديالنا راه طابت هانتوما باش كنعرفها طابت كندير فورشيطه هكا كتشي شفتو راه طابت صافي دابا غادي ندوزو راه وجدت الحشوه دابا غادي ندوزو في التعمار ديالها وفي نفس الوقت انا راه وجدت هنا العمارة هنا وجدت العمارة ديال البطاطا العادية وهنا وجدت العمارة ديال غادي ندير مخيمرات في العشاء ومو وجدت الخضرة هنا تنقيها بالنسبة للبطاطا حلوة ما غاديش ندير لها هاد العمارة غادي ندير لها عمارة حلوة هما اللي غادي نشارك معكم كل شيء بالترتيب بالنسبة للعمارة غادي ندير فيها هنا شوية ديال الزيتون كحل قطع دوائر شوية الخس شوية ديال الباربا غادي ندير غير غيف ديالي ديال الدراري ما نديرش فيها الباربا خضرة حكيتها خيزو محكوك المايس والطون وصافي شويه الملح والبزار والفرماج محكوك والمايونيز والكاتشوب هذوك اختياريين صافي هنا حكيت شويه ديال الفرماج ديال الموتزاريلا هنا خديت البطاطا غادي نقلبها بحال هكا هي سخونه غادي نلاقي شي حاجه نديرها من التحت باش نخدم على راحتي صافي بحال هكا غادي ناخد واحد الموس وغادي نحلها بحال هكا من الوسط شتو راه طابت كيرا سخون 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 غادي نحاول ندير لها بحال هكا العشرة نخليها غايضة شي شوية وهي سخونه غادي نضيف لها شويه ديال الموتزاريلا باش هذيك الموتزاريلا تذوب مع البطاطا سخونه غادي نزيد شويه ديال الفرماج باش تجينا معلكه غادي نزيد شويه ديال الملحه نزيد شويه ديال الملحه شويه البزار باش تجي البطاطا تهي بنينه دابا غادي ناخد غادي نزيد شويه ديال الطون نزيد واحد شويه ديال الطون هنا غادي نزيد شويه ديال الخس اي شويه شويه من الحاجه شويه الخيزو محكوك الدراري حتى ما سولتهم على الباربا بغاوها صافي غنديرها لهم شويه ديال المايس الزيتون
صافي، ونعاود نحط شويه ديال الفرماج من الفوق، غير شي شويه ما نكترش. صافي، شو الشكل ديالها كيف كتجي. دابا غندير شويه ديال المايونيز وشويه ديال كيتشوب من الفوق، كما نحاول نسد بحال هكا. وغادا ناخذ هنا شويه ديال المايونيز اللي خففته بشويه ديال الماء، وغادا ندير شويه ديال الكيتشوب، وصافي الوصفه ديالنا كتكون واجده. ها هو الشكل ديالها، ممكن نزيدو حتى كاشير الى عندكم. صافي البنات، وغادي نكمل البطاطا كامله اللي عندي بنفس الطريقه، ونرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم بشويه ديال البطاطا الحلوه. دابا غندوز البطاطا الحلوه، انا صيبت البطاطا الاولى. المهم هنا غادي ناخذ موس، حتى هي غندير لها بحال هذيك البطاطا الاخرى. شوفوا كيفاش هاد البطاطا تبارك الله حمراء وبنينه. هاد البطاطا البنات راه كاين متوفره دابا في الاسواق، كاينين هاد البطاطا الحلوه، كانت كتبان لي انا كنقول واو واعره، راه حتى زوينه احسن من داك اللي كتكون بيضه من الداخل. كنخلطها بحال هكا، غنديرها شويه الملحه باش تجي بنينه. ندير لها شويه العسل، كتجي حلوه ومالحه في نفس الوقت. ممكن ديرو حتى الموتزاريلا، انا ما نديرهاش. وهنا غادي ناخذ شويه ديال الفواكه الجافه، وغادي نقطعهم بحال هكا طريفات. انا عندي شويه بيستاج واللوز و شنو اخر، البندق شنو. نتوما كديروا فواكه اللي متوفره، ممكن ديروا الزبيب، انا ما لقيتش، ما عنديش الزبيب. صافي، غادي ندير شويه العسل من الفوق، صافي البطاطا ديالي كتكون واجده. ممكن حتى يديروا لها نفس الحشوه ديال المالح، انا بغيت نبدل شويه. شوف كيفاش كيجي شكلها، كتجي زوينه. وصافي البنات، هما الغديوه ديالي انا والدراري. هانتوما شوفوا البطاطا كيف كتجي، وهذه بطاطا حلوه حتى هي كيفاش كتجي، راه كتجي بنينه البنات، غير جربوها. وهنا داك الشيء اللي شاد درتو بحال هكا بحال سلطه، والله يجعل البركه ديال الغديوه ديالي انا والدراري. صافي البنات، دابا راه جمعت تغدينا الحمد لله والشكر لله، جمعت الدنيا. غنجي نغسل هاد الطبيصلات هنا، وجدت الخضره قبل ما نتغدى، وجدت الخضره اللي غادي ندير بها سميتو مخمرات. وصافي دابا غادي نجي نغسل غير الطبيصلات، راه كلشي مغسول. قبل ما نتغدى غسلت داك الشيء اللي لهيها. دابا صافي غنمشي ندوز لاسبيراتور على البيت. صافي دابا البنات تغدينا، ندوز لاسبيراتور على هاد الموكيت هذا. المهم البنات، بالنسبه لاسبيراتور بزاف اللي بغاو شي لاسبيراتور تكون الثمن ديالها جد مناسب، انا اختاريت لكم هذه، صراحه زوينه عمليه، كتجي بحال هكا. هانتوما الثمن ديالها راه يمكن 350 درهم، رخيصه بزاف، والتوصيل جميع المدن فين ما كنتو. صراحه زوينه البنات، انا راه درت بها البارح الدار، ديك العجاجه اللي كانت دازت هذيك اليومين كلها شطبتها بهذه، والله حتى كتحيد هذيك الغبره الرقيقه. ها نتوما دابا هنا هي خاويه، هي كان غادي نشطب بها، وتشوفوها كيفاش غادي تعمر.
ممكن تجيب بحال هكا وكيجيو فيها واحد جوج ريوس هكاك، وحده فيها شي ترقيعه وفيها واحد واحد الراس ديروه في القناه باش تجبدوا به كاع داك الغبره اللي كتكون في القناه ديال السدادير اولا الفوطويات اولا شي حاجه. هما البنات ها هو الشكل ديالها نتوما باش تشوفوه اكثر، هذا هو الشكل ديالها. تواصلوا مع السيده نفس اللي خديت من عندها الاير فراير، راه نفسها راه كتوصل لكم فين ما كنتو حتى باب الدار. هانتوما هانتوما البنات، بغيت نوريكم الغبره اللي دارت. هانتوما شوف شفتو، هانتوما شفتو شحال ديال الغبره كتخبوها بسهوله، كتحلوها من هنايا صافي كتخبوها كتسوسوها، هذيك حتى هي كتحيد هذيك الوسطانيه وكتسوسوها كترجع نقيه وصافي. البنات دابا نمشي ندخل الكوزينه. المهم جميع المعلومات على هذه الاله هذه غتلقاوهم في صندوق الوصف وفي اول تعليق. تواصلوا مع السيده راه هي ما عندهاش غير هادشي، شوفوا الباج ديالها في الانستغرام، اي حاجه بغيتوها راه كتوصلها لكم حتى لباب الدار. دابا مشيت تكيت شويه ونطابه، درت الماعن كيتغسلوا في نفس الوقت، وجدت هنا الحشوه ديال المخمرات، درت فيها هنا درت الخيط زوم محكوك، درت كورجيت، درت فلفله خضراء وحمراء، صراحه كلهم طحنتهم هنا في هذا الهشوار هذه، ودرت شويه الربيع بصله كلشي طحنته. دابا غادي نضيف التوابل وغادي نوريكم. هنايا خليت هذه غسلتها وحطيتها باش غادي نطحن فيها مطيشه ديال الحريره، كنتسناها في الكوكوط تغسل، كنت انا وجدت الحريره هي الاولى قلت صافي تتغسل الكوكوط وديك الساعه نطيب فيها. وما نوريكم التوابل اللي غادي ندير في هاد الحشوه ديال المخمرات. بالنسبه للحشوه غادي ندير شويه ديال الكمون، تخميره، خرقوم بلدي، شويه ديال السودانيه اختياريه ممكن ما ديروهاش، انا ندير غير شي شويه، ابزار، ملحه، غادي ندير واحد الطويمه هنا، عندي الضويمه ديال الثومه غير وحيده، هذه راه كبديل لبودره الثومه، راه تماما بحال بودره الثومه. وهنا عندي التوابل ديال الكفته اختياريين، انا ما غادي ندير لا كفته لا شحمه لا والو، غادي ندير شويه ديال التوابل الكفته اختياريين، ممكن ما ديروهمش صافي. غادي نضيف الزيت وغادي نشحر فيهم حتى كطيب الخضره، ونطفي عليها ونخليها تبرد، ضروري تخليوها تبرد. هما البنات دابا انا سالي ليا، ممكن كنمشد في العجينه ديال المخمرات هانتوما، وسال لي غير شويه، عندي واحد باكيه اخرى ديال الطعم بغيت نخويها هنا، ولكن قبل ما نخويها باش ما تخسرش ليكم كان غادي ناخذ هنايا ورق الغار، غادي ناخذ واحد بحال هكا، وكناخذ السودانيه هكا ما كتخسرش ليكم بهذه الطريقه، ما كتخسرش ليكم هذه الطريقه، قالت لي اختي حكيمه صراحه زوينه بصح مزيانه، حيت هكا ما غاديش تطلع حد بالسوداني، ما غاديش تطلع الحاره فهادي لانها مسدوده صافي. وغادي نخوي الدقيق هنايا صافي البنات، دابا الحشوه هي طفيت عليها، ما نديوش على صوصي حيت شويه تشدني الدوخه في هذه العشيه، ولات كتشدني الدوخه. المهم هنا وجدت العجينه ديال المخمره، درت فيها الخميره ودرت فيها مليحه صافي، هادشي اللي درت. وهنا داكشي ديال الحريره ها هو شفتو، انا ما اتصل الكوكوط ما فيا ما نجبد نغسلها. المهم هي صافي راه طفات، غادي نمشي نجلس شويه نرتاح، غادي نغطي هذا الشيء نرتاح واحد شويه عاد نوض نكمل. صافي عندنا الكوكوط كتصفر، هنا العجينه راه كبرات غادي نشكلها كرات، ديروا الحجم اللي بغيتوا، غادي نديرو متوسطين.
وباش ما تشدش لينا الحشوه. دابا هنا عندي 12 كره، غادي نقسم هذه الحشوه ديالي على 12. دابا غادي ناخذ كره، غادي نحاول كنكرس غير من الوسط، الجناب كنخليهم كنكرسو غير من الجناب، اما من الوسط كنخليها هكا غلايضة. شفتو؟ غادي ناخذ كمية، كنكثر الحشوة باش يجيو بنان، وغادي نجمع هاد الجناب بحال هكا. صافي، غادي نعمر التخبيزات اللي عندي كاملين ونرجع معاكم. المهم دابا راه درت المقله كتسخن، ممكن ديروها في المقله العاديه، انا درت هذه المقله ديال الضو، وغادي ناخذ اول وحده ديت فيها، غادي نكرفسها واحد شويه بحال هكا. المهم انا غادي نجرب معاكم اول وحده في الاير فراير باش نشوفوها كيفاش غادي تجينا. البنات انا غادي غير نجربها، انا درتها دابا هنا. غادي ندير ديال البيتزا، صافي وغادي نمشي نكمل الفريم. خليو هادوك يطيبو ونجيو نشوفو هادي. نقلب الجهة التانية، دابا نشوفو بهادي. هانتوما راه تحمرات، كل مرة كن صراحة تني طابت بحال شي خبيزة. شتو؟ صافي طابت تبارك عليها. صافي البنات، هما المخيمرات ديالي راه طابو، طفيت عليهم كيجيو رطبين. هانتو حريره حتى هي راه طورتها، مازال دابا تطلع الغليه. صافي ونطفي عليهم. انا الحريره كندير فيها غير ثلاثه المطيشات، ما كنكثرش مطيشه.